المشاكل التدبيرية التي تعانيها التعاونيات الفلاحية ببلادنا للنائب المحترم محمد البزيزي من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. شكرا سيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمين. تعرف العديد من التعاونيات الفلاحية ببلادنا نوعا من الارتجال والعشوائية في تدبيرها الإداري والمالي، وهو الأمر الذي أصبح يهدد مصالح الفلاحين المنضويين تحت لوائها. ونخص بالذكر هنا السيد الوزير المحترم الطريقة العشوائية التي يدبر بها مكتب التعاونية الفلاحية الإصلاح الموجود بإقليم تازة. فهذه الأخيرة تعرف العديد من المشاكل، السبب فيها غياب رئيسها، فمنذ وفاة رئيس التعاونية لم يتم تجديد المكتب المسير، ويبقى العون الفلاحي هو المكلف بتسيير شؤون هذه التعاونية بطريقته الخاصة بعيدة كل البعد عن التسيير العادي والفعال والمنصوص عليه في قانون التعاونية، مما جعل هذه التعاونية معرضة للإفلاس، وذلك راجع لعدم تسخيرها للآليات المتوفرة لديها. ونهج هذا العون طريقة كراء الآلية خارج عن إطار التعاونية، الشيء الذي جعل القرض الفلاحي يهدد أفراد التعاونية بحجز الممتلكات. إضافة إلى ذلك، فإن العون الفلاحي المستولي على التسيير يتاجر في عملية الدعم الذي تمنحه وزارتكم للفلاحين من أجل حفر آبار للحصول على مياه السقي، فهناك آبار يعود تاريخ حفرها إلى الثمانينات والتسعينات، وهي ملفات جديدة لها للاستفادة من هذا الدعم مناصفة مع أصحابها، ناهيك عن بناء استبلات في الوقت الذي يعول فيه فعالية هذه التعاونية على هذا الأخير ليلعب دوره كاملا ورفع العديد من التحديات التي تواجه منخرطها. وتعد هذه التعاونية نموذجا للأسلوب الذي تدبر به العديد من التعاونيات الفلاحية ببلادنا، مما يقتضي في نظرنا سن إجراءات صارمة للحد من التلاعبات التي تعرفها هذه الأخيرة. وعليه فإننا نوجه لكم السيد الوزير المحترم السؤال التالي: ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها للحد من المشاكل التي تعرفها العديد من التعاونيات الفلاحية ببلادنا؟ وشكرا السيد الرئيس. شكرا للسيد النائب. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيدة الوزيرة، لا يخفى على أحد الدور الهام والحيوي الذي تلعبه التعاونيات الفلاحية في تطوير وتثمين الإنتاج الفلاحي. وقد ساهمت هذه التعاونات في تنظيم ودعم الإنتاجات في مجالات كثيرة، بالخصوص ديال التسويق ديال الحليب والمشتقات ديالو، وبتزويد بعوامل الإنتاج وتصدير الفواكه والخضار. والوزارة ما تدخلت حتى أي جهة في دعم التعاونيات بصفة عامة، لا في تقديم المساعدات التقنية ووضع الخبراء رهن إشارتها، أو إنجاز برامج للتكوين لفائدة أطورها وأعضائها، أو المساهمة في مراجعة القانون المنظم لها. كما نعتزم في إطار مخطط المغرب، وخاصة في إطار الدعامة الثانية، إلى هذه التنظيمات عناية خاصة ذلك لحشد الفلاحين الصغار على التكتل، يعني للرفع من مستوى الإنتاج. وعلى مستوى التدبير، فكما تعلمون تتوفر هذه التعاونيات كلها على هياكل لتسييرها والبت في القضايا اللي كتهمها الجمعية العامة والمجلس الإداري، كما تخضع طبقا للقوانين الجاري بها العمل إلى المراقبة المالية من خلال مراقبي الحسابات. أما مراقبة الدولة فتقتصر عبر مكتب تنمية التعاون في السهر على احترام هذه التعاونيات للقوانين المنظمة لها. وبخصوص تعاونية الإصلاح الزراعي النهضة اللي تكلمتوا عليها، تعتبر يعني تعتبر مثالية احنا على 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 حسب المعلومات اللي عندي في مستوى على مستوى التدبير، حيث عقدت هذه التعاونية جميع الاجتماعات ديالها، ديال الاجتماعات ديال العامة،
باستثناء الجمع الخاص بموسم 2007-2008 اللي كتمتد الصلاحية ديالو حتى 31 مارس، وهيأت وأودعت كل الوثائق الحسابية لدى الخلية المكلفة بمراقبة الحسابات التابعة للاتحاد الإقليمي ديال التعاونيات الإصلاح الزراعي قصد الدراسة ديالها والمصادقة عليها من طرف مندوب الحسابات، وأدت ما في ذمتها من ديون اتجاه القرض الفلاحي، ولجأت إلى التمويل الذاتي خلال الموسم الحالي. فإذا كان هناك خلاف داخلي ديال التسيير، يعني هذا الأمر كيتقل، يعني أكيد غير كيتعلق بكم، فمن حق كل عضو أن يجمع العدد الكافي لاستدعاء الجمع العام واستثنائي ولطرح القضايا ديالو. وحنا إلى بغيتوا شي حاجة اللي ندخلوا بها بالوسط باش نحلوا هذه المشاكل حنا مستعدين، ولكن حنا ما كتبانش لنا بأنه كاين واحد الإشكالية كبيرة داخل هذه التعاونية. وشكون؟ شكرا للسيد الوزير. تعقيب حدود 20 ثانية. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، هل هناك مراقبة دورية على التسيير الإداري والمالي على الأقل سنويا؟ لأن جواب سيد الوزير أكد أن المراقبة دون إعطاء التصاريح السنوي للمراقبة. سيد الوزير المحترم، أقول لك وزير خطأ في الطبع، وتعاونيات الإصلاح ماشي النهضة، تعاونيات الإصلاح منذ 6 سنوات لم يتم مراقبة ولم يكن لها مكتب للتسيير أو اجتماع نهائيا منذ 6 سنوات. شكرا للسيد النائب المحترم. الإشكالية جاية في السؤال، لأن في السؤال طرحتي الإشكالية ديال النهضة، مرة أخرى عاود نحط الإشكالية ديال هذا ونعاود نجاوبك إن شاء الله ولا جي عندي المكتب. شكرا للسيد الوزير.